كان عددهم كبيرا في الأربعة والعشرين من القتلى وأكثر من الجزية من الطويل وهذا لم يحدث من قبل.
في الكون، ولكن الله كان موجودا قبل الكون، وهو الذي أوجد الكون وخلقه. يقول الكتاب: في البدء خلق الله السماوات والكلمة، في البدء خلق الله السماوات والأرض. ويقول أيضا: في البدء كان الكلمة. وأريد أن أنبهكم عن الفرق بين العبارتين. في البدء كان الكلمة أو كان اللوغوس، في البدء يعني في الأزل قبل الزمان. أما في البدء خلق الله السماوات والأرض، يعني في مرحلة زمنية عبر عنها بكلمة في البدء. في البدء خلق الله السماوات والأرض، واليوم الأول للخليقة يقول عنه الكتاب: وقال الله ليكن نور فكان نور، وفصل الله بين النور والظلمة، وجعل للنور نهارا والظلمة دعاها ليلا، وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. وكلمة النور لها معنى مادي، النور الذي نراه، ولها معنى رمزي سنتكلم عنه. فمن جهة المعنى الرمزي، الله نفسه قال: أنا نور، أنا نور العالم، والذي يتبعني لا يمشي في الظلمة. وقال عنه الرسل كرعاة: أنتم نور العالم. وقف كده ليا، اقعد يا ولد. اللي بيقف كده بيداري على كل اللي وراه. قال الرسل: أنتم نور العالم، أي أنكم النور الذي يرشد الناس، والنور الذي هو قدوة للناس. أنتم هؤلاء النور. الله قال إنه هو الأول كما ورد في أشعياء 44: الأنا الأول والآخر وليس غيري. وورد هذا التعبير أيضا في سفر الرؤيا الإصحاح الأول: أنا الأول والآخر، البداية والنهاية، الألف والياء. فالله هو الأول باستمرار، وينبغي أن نفهم هذا في حياتنا وفي كل ما يمر منا. الله هو الأول كما ذكر في الوصايا العشر. الوصايا العشر الأربعة الأولى كلها من الله، ومن الآية الخامسة العلاقة بالبشر: اكرم أباك وأمك
لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد شهادة بالزور، لا تشتري، كلها نفر. لكن الأربعة الأولى خاصة بالله. دي من جهة الوصايا العشر. حتى في الصلاة الربانية في الباطنة الأولى خاصة بالله، يتقدس اسمه، يأتي ملكوته، تكن مشيئتك في السماء زي الأرض إلى آخره. ومعناها في الباطنة الخاصة بنا خبزنا، لا تدخلنا التجربة لنجينا من الشرير، كل هذا الأمر ذكر الله أولا. وفي التلبات ربنا يقول لنا اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وكل هذه تزدادون. يا منازل فرصة ربنا يطلبوا وينسوا ملكوت الله. يقول لك ربنا عارف يا أخي يا جابر، انت تطلب في الاول ملكوت الله وبره، ملكوته داخلك وفي حياتك حيث يملك على قلبك، كما قال يا ابني اعطني قلبك، ويملك على مشاعرك، ويملك على فكرك، ويملك على حواسك. اطلبه اولا ملكوت الله وبره. ربنا أولا في الأيام وفي الأوقات، فيوم الأحد هو اليوم الأول لأنها يوم القيامة. اليوم الأحد هو اليوم الأول، واللي بعده بالاثنين يعني يوم الثاني، الثلاثة، اليوم الثالث، الأربعاء، اليوم الرابع، إلى آخره. وللأسف الشديد في بعض البلاد الأوروبية والأمريكية يقولوا عليه الويكند، ويكند يعني نهاية الأسبوع، يعني اليوم اللي يخرجوا فيه يشوفوا مشتريات وحاجات. لا، هو مش الإند، هو البداية. الله كما إنه الأول هو أيضا يحب الأولويات. يتكلم عن الأفكار، البكر هو الأول. يقول في خروج 13:1-2: قدس لي كل بكر، كل فاتح رحمه إنه لي. قدس لي كل بكر، كل فاتح رحمه إنه لي. قدس لي كل بكر من الإنسان والبهائم. يخدم ما رأي
خميس كان أحد، وصار ابنها هذا هو صموئيل النبي الذي أعطته الله، فأعطاه الله النبوة وصار نبيا، وصار هو الذي يمسح الملوك والكهنة وله سلطان. سوف الإذن الله، هل أي واحد فيكم يبخل على ربنا مش يقدم ابن البكر، يقدم أحد أبناءه الله لخدمة الله، ابن أو ابنة، سواء في التكريس أو في ربنا أو في الكانون؟ الله طلب أيضا الأبكار حتى في الحيوان، يعني عنده واحد بهيمة خلفة خلفة تقول لربنا يندوب ذبيحة لربنا، مش بس كده حتى في النبات شجرة تطرح أول طرف وأول طرف لا لربنا، العشب اللي في الأرض يبقى أول حشة فيه لربنا. يقول في الكتاب قدس الرب أبكار غلاتك، أبكار غلاتك يعني إن غلة تجيلة أول حاجة فيها ربنا، وفي عيد الحصاد كانوا بيعملوا عيد الحصاد أول الحصاد داخل ربنا. هل إحنا بنعمل كده؟ هل نحن نعطي الأوائل لربنا؟ هل نعطي البكورات لربنا؟ هل نعطي أول مرتب لينا في الوظيفة لربنا؟ هل نعطي أول ترعية لينا لربنا؟ هل يعطي الطبيب أول عملية لينا لربنا؟ هل يعطي أول قضية تجيله ربنا؟ هل يعطي المحاسب أول حاجة ربنا؟ هل يعطي المدرس أول درس تجيله ربنا؟ تقول لي ده أنا منتظر من زمان على بابليك. لا يا حبيبي، زي ما أنت تكون أمين ربنا، ربنا يعاملك بوفرة أكثر وأكثر وأكثر. هل أنت بتدفع العشور لربنا بلاش الوقوف؟ يقول ده المرتب كله مش كافي، فكمل أمرا وخصم ده العشور تبقى حد إيه؟ لا أبدا، التسعة عشر مع البركة أكثر من المرتب كله بدون بركة. ربنا بيقول هاتوا العشور وكرموني إن كنت لا أفتح لكم قوى السماء أمطر عليكم حتى تكونوا كفارة كفارة. إحنا ما بنجعلش ربنا الأول في حياتنا. إن الأولوية تكون لله. الأولوية في المحبة، ولذلك لما سألوا السيد المسيح قال الوصية الأولى في الناموس
يحب الرب إلهك من كل قلب، كل نفس، كل قدرتك، واللي بعديها تحب قريبك. لكن الأولى تحب الرب إلهك من كل قلب، من كل قلبك، يعني لا تجعل محبة أخرى تفضلها على محبتك لله. يقول من أحب أبا أو أما أو أخا أو أختا أو امرأة أكثر مني فلا يستحق، بل حتى ذاتك لا تحب ذاتك أكثر من ربنا. يقول تنكر ذاتك وتحمل صليبك وتتبعك. لا تحب أبا أو أما أكثر مني، يعني لو أب يقودك في الخطأ لا تتبعه. لو يقول لك قول الحكاية الفلانية والحكاية غلط ما تقولش. ولذلك في أفسس 6 يقول إيه؟ أطيعوا آباءكم في الرب، يعني اتطوعوا آباءكم داخل محبتك لربنا. أزيد في الكلمات وضد الكلمات، ولا حتى الأب الروحي إذا قادك في طريق غلط لا تتبعه. لا تحب أحد أكثر من محبتك لربنا، حتى نفسك في الطاعة أيضا خلي ربنا الأول. ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس، ده الأمر اللي مشينا عليه طول حياتنا. ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. Thank you.
and that's